participatif de l'action de développement. Et tout le programme de 2023 et celui de 2024, l'instruction a été donnée à ce que ce programme soit arrêté, défini en concertation avec les associations et les comités de village. C'est-à-dire que le développement est l'émanation même des aspirations de la population. دونك عطانا ربي ان اوبورتينيتي تاع خير يضاف الى عدم تحيين لاحتياجات السكان والتعاون مع الجامعات المحليه حول قضايا عديده تتعلق بالتنميه، المياه، الطرقات وغيرها. هذا يعتبر في تقديري شكل من اشكال المجتمع المدني اللي فيه التزام وفيه فعاليه وفيه ايضا ثقه وفيه الجديد بالنسبه لحياه المواطن اللي ينتظرها يوميا مع احتياجاته. الشيء اللي يعجبني اكثر اليوم انه درجه الوعي في تيزيوزو مع جمعية المجتمع المدني مرتفعة جدا، وفيها أيضا بحث على تعزيز العلاقات بين الجامعات المحلية، موقع الجمعيات في القانون الجديد تاع الجمعيات، موقع الجمعيات في البلدية وعلاقتها مع الجامعات المحلية، قانون البلدية، هذه الأدوات اللي تبحث عليها الجمعيات الآن تريد أن هذا الموروث الثقافي وهذا الشكل التنظيمي تاع الجمعيات يبحث أيضا على المودرنيزاسيون، على البحث على كيفية التواصل مع مشاريع أخرى اللي من شأنها أنها تكون حديثة وتكون أيضا عندها مقاربة تاع مشروع تاع بروجي اللي تخليها توصل إلى جمهور أوسع مستفيدين أكثر من السكان المواطنين على المستوى المحلي. هذا في تقديري يمد مقاربة جديدة اللي هي أن التنمية المحلية ديفلوبمون لوكال يندار عن طريق المكونات المحلية القوية جدا، وهذا خلانا اليوم نسجل أولوية وهي ضرورة دعم التدريب والتكوين فورماسيون بالنسبة للجمعيات، وفي نفس الوقت البحث على ادوات جديده في القانون تاع البلديه وفي القانون تاع الجمعيات اللي يزيد يعزز التنميه المحليه، لا ديسونتراليزاسيون. حاجه اخرى مهمه جدا وهي ديمومه الحوار. دونك الحوار هذا ما يكونش فقط مربوط بمرحله او بحدث بقدر ما يصبح دائم حول القضايا اللي تتعلق بالمواطنين، هذا مهم جدا. لانه فيه الحريه، فيه المجال تاع المساحه تاع تبادل الافكار، فيه ايضا التنوع، فيه التمثيل تاع المواطنه بالنسبه للجمعيات اللي تكون حاضره، هذا راح يعاود يعزز الممارسه الديمقراطيه. يعزز ايضا الشفافيه، يعزز ايضا المساءله، ويعزز ايضا المشاركه تاع المواطنين في صناعه الراي على المستوى المحلي او القرار على المستوى المحلي من خلال ارائهم. هذا كله نعتبره ان اكزرسيس تمرين ايجابي، وقررت مع اخواني اللي حاضرين وحتى بالتشاور مع السيد الوالي اننا نمشي الى تثمين هذه التجربه تاع التجمعات على المستوى الوطني عن طريق عقد لقاء وطني مع الجامعات لتثمين هذه التجربه وهذا الموروث وهذا المكون، وايضا ربطوا مع مكونات عديده في الوطن لان عندنا تنوع كبير جدا، ونخليوها ايضا يكون كنموذج من نماذج المجتمع المدني الفعال والحيوي اللي ينفع التنميه وايضا يعزز المشاركه تاع المواطنه في هذا النسيج وهذا النسق تاع الحكمه في اداره